شاء الله ألف مبروك. يلا بالإذن أنا صار لازم أمشي. وين؟ لسه ما حكينا شيء. خلص المهم شفتك وطمنت عليكي، الحكي من أجله لبعدين. بس اوعى ما تجوها؟ لا خلص أكيد رح نجي. أي حبيبي قال بدك يعني؟ عفواً كيفك مها؟ أهلين مصطفى، كيفك أنت؟ الحمد لله أنا منيح، أنت كيفك؟ وشو أخباره وائل؟ أهلين مصطفى، نحن مناح. يلا بالإذن أنا كنت ماشي قبل ما تجي. يلا باي بالإذن. باي حبيبتي، لا تنسوا الخميس ها؟ إن شاء الله. يلا باي، سلمي على وائل كثير. شو؟ شو عم تعمل مها عندك؟ رفيقتي وجاي تزورني. في اعتراض؟ لك لا يا حبيبي أي اعتراض. صحي شو كان بدك مني؟ يلا امشي معي. لوين؟ هلا بتعرف. يلا بالله منى. لوين؟ يلا شو خير ستنا بدور سيارات؟ لا كفي شغلك. حاضر. لك قليلي انت وين اخذتيني؟ شو رأيك؟ بشو؟ السيارة حلوة. هلا هذا اللي طلع معك حلوة؟ يا ستي حلوة وبتفلج منيح هيك. لا تفضل. شو هاد؟ هي هدية من السيد أبو جهاد لسهره المحترم، يعني حضرتك. هي إلي؟ إلك. لك روح يا أبو جهاد، لك ربي يعمر بيتك ويخليك يا أحلى أبو بنت بالعالم، إن شاء الله بيعيش وبيهدي، منيح هيك؟ إيه منيح، بس هي الدعوة ما بتعفيك، طلع جرب السيارة وعزمني حلوان على الغدا، يلا. فوراً. يلا. حقير التافه. يا رشا طولي بالك، انا ما حكيت لك مشان تعصبي، عم بحكي معك مشان تخلصي من هالقصه بقى. اي اخلص من القصه؟ والله الطربقة فوق راسه. شو مفكر بنات ناس لعبه هيك؟ رشا هذا الحكي بلا طعمه. اهدي واحمدي الله ما علقك بواحد مثل هذا، بعدين منيح اللي اجت منه مو منك. ماشي انا اللي رح ارجيه. لك يا رشا يا رشا يا رشا، لك لوين رايح؟ ارجعي يا مجنونه. تركيها ما رح تعمل شيء، عادي. والله خايف عليها. ايه ما رح تعمل شيء، رح تبكي شوي وخالصي. هلا هيك صارت القصه؟ ان شاء الله مفكره اللي كان بينها وبين مصطفى هذا اسمه حب. والله معك حق، بس عن جد هالمصطفى مو طبيعي. انت لو شفته شلون فات وسلم علي، لك ولا كانه في شيء، ولا هديك الثانيه لك مو طبيعيه بنوب كمان، ولا كاني انا اللي عرفت عليه وقلت له انه هذا الشاب مرتبط. ايه لك عادي واقل من طبيعي، هدول ناس عايشين على المصالح. يعني مصطفى واحد مثله حاطط براسه هدف وماشي عليه. يخلصينا بقى من السيره يا والله بلشت نفسي تلعي. لك سلامه نفسك. شو رايك ما بدنا نروح لعبه؟ انا اعوذ بالله. انت اذا حابه تروحي فيك تروحي. طب شو رايك روح ولا ما روح؟ والله انا رايي اللي غير ملزم انه هدول العالم نشيلهم من بالنا وننساهم على الخالص. بتعرف انه انا رايي من رايك. صلاح صلوحة. لك ليكني ليكني. سلام عليكم. أهلين شباب. الله حيو أبو صلح. يلا يلا على الأكل على الأكل. شو صار معك شاكر؟ حكيت لي مع مروان. لك شباك شباك بصلتك محروقة، طول بالك. في حاجة تقول لي بصلتك محروقة بوس إيدك، بدي أشتغل داخليها، ما بدي ضل قاعد بالبيت، وبصراحة على سوق حرامية ما عاد بدي أنزل. أخي طول بالك شوي، بس شي كم يوم لنقدر نحكي مع مروان. طب ليش ما حكيت معه اليوم؟ اليوم كان مشغول. روق شوي، ليش مستعجل؟ بعدين الشغل معنا مو بالسهل يا اخي. ايه شو هي كيمياء؟ شو بدها القصة غير انه ننزل على المحلات ونوزع البضاعة؟ اخي روق روق شوي، انا بفهمك. هلا امسك هالسيم جديد، شغل لي موبايلك عشان مو كل ما بدنا اياك ندور عليك دوارة. يسلم. بس ما سجل ارقامنا كمان، رجعتوا غيرتوا ارقامكم؟ طبعا. لك شو قصتك انت وياه؟ كل يومين والثالث بتغيروا ارقامكم؟ ضرورات الشغل ابو صلاح. لك خلصونا بقى ولا خورت من الجوع؟ ليش ايه ما كنت شبعان انت؟ يلا صلاح بسم الله. سي يلا سمى بالرحمة. بسم الله. يا بسم الله. عن جد كتير طيب الأكل. إن شاء الله صحة متعافية. على قلبك. ايه حبيبتي خدها راحتك اليوم، لأنه من بكرة رح يبلش بروجرامك الجديد. بروغرامي انا الجديد؟ شو قصة البروغرام؟ شو هي بعضها ما بتعرف شيء؟ البركه فيك عليا، هاي شغلتك. طيب شو فهموني.
ليكي حبيبتي، الغنى للي عنده صوت حلو شغلة هينة، أما النجومية فشغلة كتير صعبة بدها شروط خاصة. لهيك رح يكون عندك بروجرام صارم لكل شيء، يعني مثل ما رح تبلشي بكرة تدريب مع مسيو جو على الصوت، رح نبلش نحنا يعني أنا وياكي نتدرب سوا على اللوك. شو نينار؟ في شيء؟ لا الصراحة ما في شيء، بس أنا كلمة لوك هيك كل عمره بتضحكني، يعني بتفرج على التلفزيون بشوف المطربين والمطربات شلون بيقولوا إنه اللوك تبعي بتضحك. يمكن معك حق، هن الطريقة اللي بيقولوها فيها شوي بتضحك، بس هيدا ما بيمنع إنه اللوك شغلة كتير أساسية بنجومية أي فنان. لهيك رح يكون عندك نظام أكل بيأسفني أقلك إنك رح تلتزمي فيه بشكل صارم، هيدا بالإضافة لدروس سبور اللي حنبلش فيهم كمان بكرة، وبعدين بقى بنحكي بالشكل الخارجي، يعني بقصد الميك أب، الشعر، اللبس، بس أهم شيء إنك تكوني مقتنعة إنه هالأشياء كلها سوا هي رح تحولك لنجمة كبيرة، طبعا بالإضافة لصوتك الحلو. أوكي حبيبتي؟ أوكي. طيب لحظة لكان، بما إنه شكله اليوم آخر يوم بحياتي رح أكل، فيني أطلب صحن تاني؟ أي أنا ما عندي مانع. مات؟ لا عم بمزح. عن جد مهضومة. ليك عليا، يعني بدي اياك هيك تاخديها خلال 24 ساعة تعملي لي اياها نجمة، خذ اللحم اعطيني العظم. بعرف كثير منيح شو قصدك والشيء اللي عم تحس فيه، وبعرف انه هذا التعب مو بايدك، بس اللي بعرفه انه بايدك قدران تنهيه. شبك مراد؟ انت انسان واقعي وعملي بهالحياة، بتعرف انه علاقتك مع نينار هي علاقة حب مثل أي علاقة ممكن بأي لحظة تنتهي. أنا كتير زعلان ومقهور لأني إجيت وشفتك بهالمنظر. والله ما عم بعرف شلون عم تحكي هيك يا جلال. بتحب ذكرك أنت شو عم تساوي مشان تروح لعند لور؟ هداك شي، وأنا ولور شي تاني. أنا ولور منحب بعض، هي بتحبني وأنا بحبها، وهي بالغربة وأنا هون، فشي كتير طبيعي اني انا حاول اطلع وكون جنبها. يعني اللي كان بيني وبيني نار فزلك وعلاك مو حب؟ اكيد لا، اكيد حب، بس انا بقصد انه انا رح حاول اطلع لعند لور، يمكن اجتمع انا وياها وصير علاقة ونعيش سوا، بس ممكن باي لحظة لسبب تافه كتير تنتهي هاي العلاقة، وتأكد وقتها انك ما رح تشوفني بهالمنظر. ليك انت وعم تعيش قصة الحب، اي شيء بتساويه مباح، واللي بدك اياه بتقدر تساويه، اما لما بتنتهي هاي العلاقة خلص اي تصرف مؤذي بتساويه تجاه حالك انا برأيي هو خسارة، خسارة مجانية وعلى الفاضي. مراد انت سألت حالك نينار هلا شو ممكن يكون وضعها؟ معقولة يكون وضعها مثلك؟ اكيد الجواب لا، لانه هي قررت انه مستقبلها هونيك، مستقبلها هونيك بدونك. عم تفهم هذا الشيء؟ حتى إذا رحت سألتها هلأ وقلت لها ليش هيك عملت، رح تلاقي لك مليون مبرر، لأنه شافت مستقبلها بدونك. هلأ هي ممكن تتأثر وتزعل إذا دريت بوضعك، بس إنه تفكر ترجع؟ تأكد لا. تعرف شو الفرق بينك وبين نينار؟ الفرق إنه هي خلصت من شيء اسمه وهم الحب، هذا الوهم اللي أنت هلأ عايش فيه وغرقان لشوشتك. وهم يا جلال؟ قال لك كل شيء عشناه أنا وياها، كل شيء مرقنا فيه اسمه وهم؟ مو حبك بس، الحب كله هو مجرد وهم. ما بعرف، يعني أنت هلا كل شيء عم تساويه وكل مخاطرة اللي عم تعملها مشان تروح على ألمانيا وتشوف لور وهم؟ ممكن. لا تطلع فيني هيك مراد، الحياة تافهة، عبارة عن مجموعة لحظات متراكمة فوق بعضها، كل شي شغلات تانية هي مجرد وهم، وأحلى وهم فيهم هو وهم الحب، لأنه منتلذذ فيه ومنحب نعيشه، بس لما تجي اللحظة الحقيقية لازم نفيق، لازم نفيق من هذا الوهم. عم تفهم علي مراد؟
وسهلين. أنا أمينة زميلة مراد بالشغل. أهلين وسهلين. أهلين وسهلين. تفضلي تفضلي. الله يسلمك. كيف مراد؟ إن شاء الله صار أحسن. الحمد لله اليوم أحسن. إن شاء الله مع قلب وشر. تفضل عمو. يسلموا إيديك كلك زوج. تفضلي عمو. تفضلي استريحي. استريحي حتى خبره. ماشي. تفضلي. خلصنا بقى، شو بكر فيه؟ شد حالك بقى. بابا مراد اجى لعندك ضيوف. يلا بابا يلا. ما فيني شيء. اهلين اموني. كيفك؟ شو يا عمي مرض وما مرض سلمان؟ الله يسلمك، لا بسيطة، أنت كيفك؟ أنا منيحة الحمد لله. هالورود الحلوين من هالوردة الحلوة. تسلم عمو. ترى قالت لي عمو من الباب لهون أكثر من 100 مرة، بس بصراحة طالعة منا حلوة. لا إذا هيك أنا بعتذر، حقك علي. ولا يهمك عمو، قولي قد ما بدك، عمو ونص كمان. استحيتي؟ لا لا تستحي، هذا الأستاذ جابر دائما دمه خفيف وقريب من الكل، بدك تعتادي. عسلامته والله. طبعا الأستاذ جلال صديقي، ولو غير عن التعريف شفته بالحفلة وكان بجنة. يعطيك العافية. تسلم يا رب. بابا الأنسة أمينة. لا تعب حالك، تعرفنا على بعضنا. لا بعرف، بس الأنسة أمينة من أنشط الصحفيات في المجلة وأكثر صحفية بالجريدة الرسمية كان. عدوا استريحوا يلا، عدوا استريحوا حتى أسقيكم أحلى كاسة شاي. شرف. تفضلي. وانا بصبها يا عبشو. طيب يلا حتى جيب فنجان الي ولك. يا اهلين يا اهلين. سلامات سلامات. انت شلونك؟ منيحه ماشي العم. شو ها؟ العقيل كلب بدك تتزوج. كلب حبيبي. بدك شيء؟ جيب لك شيء؟ لا والله بس مليت، قلت بيجي بسهر معك. سهر معي؟ طبعا. وعلى فكرة بكرة صحبك تفيقني بكير لاني بنزل على الشغل. يعني ولا يعني ولا شيء، ما عاد في يعني، خلص خلص. حبيبي حبيبي. طيب شو رأيك نعمل لك كاسة شاي؟ لا 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 لا
انت عود وانا بسوي كاس الشاي. لا 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 انت عود سبعك انا عود انا بسويها حبيب قلبي. صباح الخير ابو عادل. اهلين صباح الخير يا اهلين وسهلين تحياتي. تفضل سيدي نشرب لنا كاسه شاي على رواق. الله يخلي لي اياك بدي افتح المكتبه والله. الله يوفقك يا رب. يعطيك العافيه. ميسره. صباح الخير. صباح النور مراد. شو هدول؟ وراء للشغل مثل ما شفت. بس ما فهمت شيء. ما هذا الطبيعي لانه هي وراء بتخص شغلي انا. هلا هلا وراء هي لها علاقه بالصحافه؟ اوه وين عايش انت؟ هي اللي لها علاقه. خير مشان شو التحقيق مراد؟ لا تجذب علي، هدول وثائق ومستندات شكلك انت عم تجمعهم، فيك تقلي ليش؟ قلت لك هاي تقارير بتخص شغلي. لك ابني مو ناقصني خوف عليك. اسمعني منيح، اللعب مع الناس الكبار هون لعب بالنار. اسألني إلي أنا، أنا اللي انكويت وأنا اللي احترقت وأنا اللي قضيت عمري بالسجن. هدول ناس ما بيشتغلوا إلا على المضمون، إلا على المضمون 100%، وحتى القانون يمكن يكون عم يحميهم. ما يرضى عليك يا ابني إذا كان فيها الشغلة وجع الراس بلا لك يا ما عم صدق إنه الأستاذ جابر عم يحكي هذا الحكي. طبعا لما بدي خاف عليك بدي يحكي هيك. جابر شبنا؟ شو أنا صغير؟ عن جد شبنا؟ مراد يرضى عليك إذا كان يا ابني شغلك قد مجلة ما انك برتاح فيه اتركه. الله غلان عن هالشغله هي اتركه. امرك على راسي من فوق، انت بس ريح لي حالك. والله عبطني واخذتني من وش الصبح فاية بكير مشوار صباحي. والله العظيم تحكي، والله العظيم يعني هيك شيء هيك شيء. يسلم اللي خلقك انا. طب شو رايك تفوت تلبس باخذك معي بالسياره؟ أمرك أستاذ جابر. الحمد لله اللي الله ما ضيع عليك تعب. هذا بفضل دعواتكم، الله يخلي لي اياكم وما يحرمني منكم. شو امي قديش العلامات؟ يعني مو كثير. قديش؟ الحمد لله يا عمري، يعني فيك تفوتي بالجامعة. ما بعرف حتى تطلع نتائج المفاضلة وان شاء الله السنة ما يرفعوا وقتها. ان شاء الله يا امي. يلا يلا. مبروك يا حبيبتي، الف مبروك، الحمد لله خلصتي من الهم. لك الله يبارك فيكم، بتعرف؟ والله مو مصدقة حالي. صرتي بدي ثيابك، يلا 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 امي يلا. شو بدي ثيابي؟ لا لك انا بدي ساعدك. شو؟ لا والله اليوم انت نشحانة، يلا بدنا ندلل. الله يخليلي اياكي يا ست الكل. يا امي
مبسوط اللي صار عنا بنت بالجامعة. إن شاء الله عقبال ما صلاح يرجع بالسلامة. ألف مبروك حبيبتي. أنا مبسوطة أبو صلاح، مبسوطة ما بعرف، حاسة إنه صلاح ما نوم طول. ألف مبروك، ألف مبروك. شايفة على بالي بوسك. أهلي. إن شاء الله أموره منيحة. الحمد لله. اليوم فاق نشيط ونزل على الشغل. طيب وأنت؟ يعني أنت ليش مالك مبسوط؟ آخ يا نادية، كل يوم بيمرق علي بيزداد خوفي على هالصبي. جابر؟ عن جد شبك؟ عم تقول إنه أموره منيحة، طيب شو اللي مخوفك؟ ما عم بحكي عن صحته. لكن عن شو؟ عن شغله. بس صاير معه شيء؟ لا بس هيك يعني شوية كركبات بالشغل عم تضايقه شوي. طيب إذا بدك بحكي لك مع خالد، يعني أنا بمون عليه. لا نادي الله يخليكي، بعدين ما تأخذيني، أنا آسف إني نقلت لك توتري وخوفي. هلا هيك معناته انا لازم ازعل. اوعيك الله يخليكي، ماني قد حمل زعلك. هيك ها، ورجيني ابتسامتك المتفائله شوي. شو ليش هيك عم تطلعي فيه؟ بتعرف انت اغرب انسان تعرفت عليه بحياتي. اوف ليش بقى؟ يعني تعاملك مع مراد، حكمتك، تعاطيك مع الحياة بطريقة خاصة، الهدوء المرعب اللي بوشك. هي مرعب مرة واحدة؟ صدقني عم بحكي عن جد. بس وقت اللي بتطلع فيك بحس إنه في جواتك براكين ممكن بأي لحظة تنفجر. كان في براكين من زمان، كان. شلون يعني؟ يعني كان بزمانه في براكين، بس كلها خمدت. والشي اللي عم تحسي فيه هلا هو بقايا الأطلال تبع البراكين الخامدة. ما بتصور إنه إحساسي يخيب، لأنه اللي شايفته قدام عيني بس غير اللي عم تحكيه. بس صح. العدد بيكون جاهز طبعا، معناها رح نبعته على المطبعة. وهلا بدك تسمحي لي اقول لك شكرا. على شو؟ على كل شيء. اول شيء على التعب اللي تعبتيه بغيابي بالمجلة. شو هالحكي، هذا اقل من واجبي. ثاني شيء على وقفتك جنبي. ما بتصدق قديش كنت مرتاح وقت حسيت انك جنبي. كمان اقل من واجبي. اي وانا كمان اقل من الواجب بكثير بكثير اني اقول لك شكرا. هلا بدنا نقعد نقضيها شكرا وشكرا. بدنا نبات العدد على المطبعه. بلا يلا هات. شكرا. يا اهلا. الو اهلين استاذ خالد. ايه لا ما عندي شيء والله جد، يعني مشي الحال مشي الحال. طيب لا انا خلص مسافه الطريق تكون عندك.
هلا استاذ خالد. اهلين. شو هاي البضاعة؟ لك فهمت هاي البضاعة، بس شو مشان صلاح؟ عم بيقول الموضوع ما بيتحمل أكثر من اثنين. طيب هلا شو بدنا نعمل؟ شو بيعرفني؟ قوم قوم لقلك. لك اخي على مهلك شوي. هلا ما بدك تقول لي شو اللي زعجك؟ مشان موضوع صلاح يعني؟ بدك تضرب انت وصلاح. ماشي، مقبوله منك، لك بس قول لي شبك؟ تقول مستعبدنا؟ لسه ما قلت له بدنا نزيد النسبة شوي. تقول سبيته يا زلمة. معناها خلينا نتركه، لشوف نمد ويجيب عالم يوزعوا له قد نص ما بنوزع له نحن. لا والله حدق، ما نص العالم قاعدين بلا شغل يا فهيم. والله ما يأشر بإيده لتلاقي 100 واحد صافف بالدور. لك يا اخي خلصنا، خلينا هيك ما دام الشغل الثاني ماشي حاله. ايه هلا ماشي حاله، بس والله ما يعرف مروان انه عم نشتغل لحساب واحد ثاني ليروحنا فتي. للمره المليون يا حمدو بحذرك، اوعى تزلق بشي كلمه هيك ولا هيك قدام صلاح. اصلا صلاح ما لازم ينوجد في البيت. مفهوم؟ مفهوم امرك. شرف. ولو يا مرات، انت بتعرف انه ما فينا منجيب له جواز سفر باسمه، لذلك اضطرينا نغير الاسم. وإذا بتلاحظ في هوية بالجواز بالاسم نفسه. بس استاذ هذا يعني ما صار اسمه. لا تاكل هم شيء، كل شيء نظامي بناء على المعلومات اللي جاي بالهوية. لذلك ما بينخاف إلا من شيء واحد فقط، إنه حدا يفسد عليه. لذلك بتترك الموضوع سر بينك وبينه لحد ما يطير. أكيد أكيد استاذ طبعا. طيب هلأ شو بيترتب على جلال؟ لا هيك بزعل منك يا مراد، ها؟ ولا شيء نهائياً. معقول؟ طبعاً. أولاً أنا بدي أخدمه من شانك، وثانياً لأني أنا بحب وبحترم كل واحد بحب أصدقائه وبيضحي كرماله. طيب أنا أستاذ بدي أمشي، بدي روح فرحه لجلال. خطي بلكي بيطير عقله شوي. لا دخيلك، لأنه أنا بدي إياه هو يطير مو عقله. مظبوط مظبوط استاذ. طيب انا بالاذن هلا. الله معك. اهلا. مرحبا استاذ مراد. اهلا استاذ زاهر، تحياتي. انا اسف والله كنت مستاذن. ولا يهمك، الله معك، مع السلامه. سلامات. الله معك. مرحبا شريك. قلنا مرحبا. لك شوفي. ايوه ها، وهي قاعده بس تخلص صفن حاكيني. بالله شو في شريك؟ حاكينا زاهر، انت بعمرك ما حبيت. شلون؟ عم بسألك، بعمرك ما حبيت؟ ايه بلا، مره كنت بالبكالوريا حبيت بنت الجيران، بس لما صارحتها طعمتني كما مرتب. فهماني. وبعدين؟ ولا قبلين اخي، انا مو تبع حب نسوان. ايه حب منوب. فهمان وحوبي بنفس الوقت. لك شبك يا رجل؟ شو قصتك انت اليوم؟ لك زاهر بدي اسالك سؤال. في شيء بهالدنيا اجمل واهم من الحب؟ مبلا، كل شيء بالدنيا اهم. غلطان. أجمل شيء بهالدنيا إنه يكون عندك شخص تحبه وتضحي من شأنه. لك خالد، بحياة اللي خلقك حاجة بقى، خيلتني لسه حب وما حب. قلت لي بدك يعني في شيء؟ هلأ شو صار بقرايبتك؟ أنو؟ هي اللي قلت لي عليها من شأن المكتب. روان، اسمها روان.
لك ايه جيب انا نشوفها. يعني اعتمدت؟ لك يا اخي بس شوفها بنحكي. ايه طيب شو رايك بما انها عندها عرض اليوم نروح نحضره ونعزمها على العشاء؟ عرض؟ عرض شو؟ رقص. رقص؟ لك ايه هي بترقص مع فرقة فنون شعبية من المسرحية، ما بعرف شو بسموها. حلو، حلو كتير. شو؟ يعني منروح؟ طبعا بدنا نروح، أي ساعة العرض؟ 8. 8؟ خلص، منروح ليش لا؟ اوكي. يلا مراد شو بتقهوة؟ خلصني بقى. ايه خلصتك، مسي. هذا جواز سفرك. لحظة، شو بدك تحليني؟ هلا عن جد وقت مزحك، شايفني شلون محلوقة أعصابي هاد؟ شو هاد؟ ما عجبك الاسم مو؟ مراد مو وقت مزحك هلا، شو هاد؟ شو هاد؟ هذا اسمك الجديد، مشرف، هي هويتك. يعني هلا أنا صار اسمي جمال الشامي؟ ايه بس بعرف ومعك حق، بس الصورة كالآتي: يا أما جواز سفر وهوية مزورة وتشوف لور، يا أما بتضلك جلال الفقير المعتر المقبور هون. لا لسه ما فاقوا. ايه ما بعرف. خلص أبو جهاد فهمت، يعني بفهم منك إنه مالك جاي. طيب أوكي أوكي، مع السلامة. شو سينيتا خلصتي؟ بلا كلاست. روحي لكن كفي شغلك بالمطبخ. صباح الخير ماما. صباح الخير، بس سبنا الظهر. ولو يا ماما، بدل ما تقولي صباحية مباركة. إن شاء الله ألف مبروك. صباح الخير يا أحلى حمايم الدنيا. تفضلوا الأكل حيبرد. يلا شو صب لك حبيبي؟ اللي بدك إياه. فاطمة إن شاء الله ألف مبروك. الله يبارك فيك يا رب. يسلموا، فيني شوفها؟ إيه طبعا طبعا. يا الله ما أحلاها. عجبتك؟ عجبتني؟ إيه بتجنن. شكرا فراس. عفوا. بتعرف فراس عن جد أنت فنان، يعني هدول الشغلات اللي عم تعمله بتدل قديش إحساسك عالي. خلاص فاطمة خجلتيني. طيب بدي أسألك سؤال، هلأ برأيك هاي أنا؟ إذا حبيتي بتكون أنت، وإذا ما حبيت فينا تكون مين ما بدك. بحبك. ما لازم نشرب شيء؟ لازم لو سمحت. حبيبتي ما بنطلع نقضي كم يوم بشي مطرح؟ لا حبيبي لا، اليوم إجازة وبس، ومن بكرة أنا وأنت على الشركة مع بعض. حاضر حاضر يا حضرة المديرة. إن شاء الله دايمة. صحة ماما. صحتين. ليش أمك بتضل عابسة فيني؟ مو عابسة ولا شيء، أمي وبعرفها كلها كم يوم وترجع لطبيعتها. طب فيني أفهم أنا بشو زعجتها لأمك؟ ما زعجتها ولا شيء، كل القصة حبيبي إنه ماما كان بدها يعني يتجوز واحد حبه وبيحبني، يعني من هذا الحكي بقى لا تدقق عليها، كلها كم يوم وبترجع لطبيعتها أنا واثقة. فعلا غريب. شو الغريب؟ يعني إنه أنت إنسانة كتير عملية وبتفكري بشكل جدي، وأبوكي نفس الشيء، أمك شلون هيك؟ باختصار
ماما بحياتها ما حبت، او فيك تقول حبت مره وحده بحياتها، بس لا هي قالت له ولا هو تجرأ انه يقلها. هيك لحد ما شافها بابا، طبعا طلبها من جده، وجده وافق انه جوزه اياها بدون ما ياخذ حتى رأيها. هذا الشيء خلاها تحس انها فقدت اهم شيء بحياتها، وما بدها اولادها يعيشوا نفس التجربه. لذلك بتذكر ونحن صغار كانت تحكي لنا قصص عن اثنين بيحبوا بعضهم وبيناضلوا بكافحوا لحتى يتجوزوا. طبعا انا هذا الحكي ما قطع براسي ابدا. عكس جهاد، هذا الحكي كان معبي راسه كثير منيح وخلاه يعيش قصه حب طبعا انتهت نهايه كثير سخيفه. طبيعي الصبي على قد ما هو سمعان قصص حب وهو صغير بده يكبر ويصير شاعر. هيك كبرت المشاكل بينه وبين بابا، لانه قلت لك انه ما له مراق بالتجاره طبعا، لحد ما حمل حاله وهج من البلد كلياته على فرنسا. هلا اول ما طلع على فرنسا، بس بعدين ضل بفرنسا، ترك الله اعلم، ما بنعرف عنه شيء ابدا. طيب ابوكي معقول ما حاول يرجعه؟ لا، بابا حاطط شرط على جهاد، ما بيصالحه لحتى جهاد يستلم الشغل كلياته، وطبعا هذا سبب بيخلي ماما تاخذ موقف منك بزياده. انا شو خصني بالقصة؟ شلون شو خصك؟ ما انت هلا الغريب اللي جاي ياخذ مكان ابنه. هلا فهمت عليكي منى. لهيك عم قلك طول بالك. وانت بصراحة يعني ما بتنقصك الكولك لحتى تكسبها، صح؟ شو قصدك؟ قصدي اللي فهمته. لا تعمل حالك مو فهمان. أمرك مقبولة منك. لا تفكر كتير بتتعب. انتي ما قلتي لي شو ناوي تدرسي؟ ما بعرف، انا كنت حابة سجل هندسة عمارة، بس المجموع اللي اخدته وهالمعدلات صارت كتير عالية، ما بتصور انه حيطلع لي. مشان هيك حادرس يا فلسفة يا تربية. من الهندسة للفلسفة؟ ايه، وليش لا؟ مو احسن ما ادرس شي ما بحبه؟ معك حق. صحيح فراس، انت ليش ما بتقدم البكالوريا؟ ما بعرف، ولا مرة خطر على بالي هذا الشيء. ما بتحب تدرس؟ أنا؟ بالعكس، أصلاً حسرتي بهالدنيا إنه ما كفيت الدراسة بعد التاسع. طيب فراس، أنت تركت الشغل مشان الدراسة، وهلأ ليلى تزوجت، ومصطفى كمان تزوج، وصرت لحالك بالبيت، مشان هيك بعتقد إنه الوقت صار مناسب لترجع، وأنا واثقة إنك إذا بترجع حتتفوق، وأساساً حرام شاب موهوب مثلك يضيع عمره كله بالمنشرة. بس أنت بتعرفي أنا شغلي بالمنشرة بحبه كتير وما ممكن استغني عنه. طيب معناتها بتدرس وبتشتغل، وأنا أبداً ما بعتقد إنه هالموضوع حيأثر عليك، لأنك صفيت لحالك بالبيت. شو؟ ما بعرف، نفكر. يا هلا بأبو صلاح، عم أقول ليش الحارة منورة اليوم. أهلي أبو عادل، شلونك؟ والله الحمد لله، أنت كيفك؟ طمني. شوفت عينك الحمد لله. إيه والله دائما الحمد لله. شو جاي تطمن على الشغل؟ جاي أشوف الأستاذ يوسف إذا ناقصه شيء. إيه والله حق، هذا الأستاذ يوسف سكره ومن حلالها. يلا بالإذن أبو عادل. الله معك، مهونة معافى إن شاء الله. يعطيك العافية أستاذ يوسف. يا أهلين وسهلين أبو صلاح، أهلا وسهلا. تفضل تفضل. شلونك؟ إيه ها هيك صرت عال الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. تفضل مطرحك. لا والله ما بصير، عود محلك، أنا هون أريح لي. يا أهلا وسهلا. هذا أول مشوار برا البيت؟ إي والله يا أستاذ يوسف، طق مخي من قعدة البيت، قلت لحالي بطلع بتمشالي شوي وبالمرة بشوف إذا ناقصك شيء بالشغل أو شيء لسه ما عرفته يعني. لا الحمد لله كل شيء تمام، ما تاكل هم. شو؟ الله يعطيك العافية، شكلك تعذبت كثير بترتيب الكتب. والله في راس اللي تعذب حرام. الله يوفقه يا رب. الله يسلمك.
مرحبا نرمين. مهند؟ ايه مهند، كيفك؟ منيح الحمد لله، من وين عم تحكي؟ من ليادي طبعا. شو كيف الشغل؟ هلا كبداية منيح، ماشي الحال الحمد لله. عظيم عظيم. المهم هلا انت امتى طالع الغدا؟ لا اليوم ما بظن اني اقدر اطلع، الشغل لفوق راسي. ليش في شيء؟ لا لا ما في شيء، بس كنت حابب هيك انه اعزمك على الغدا اليوم. لا مهند انا اسفه، مستحيل. يا ستي مستحيل مستحيل، خلص بنقضيها بسندويشتين فلافل. طيب المسا شو عندك؟ المسا بدي اشوف شادي بعد الدوام. طيب معناها خليني استغل هالفرصه واعزمك انت وياه على العشاء، يعني منا بنتعشى سوا ومنا بتعرفيني على الاستاذ شادي بقى. طيب معناتها خليني اشوف شادي وبرد لك خبر. اوكي باي. بتصدق استاذ يوسف، بعد ما تقاعدت من التدريس اكتشفت قديش نحن منظم لاولادنا بالمدارس. شنو ما فهمت؟ مثلا من اول ما يفوت الولد على المدرسه ويطلع منها ونحن منضل عم نعلمه على الاخلاق والفضيله، ومنحشي له راسه بالمثاليات والمبادئ، ومننسى تماما انه هالولد رح يجي يوم ويواجه مجتمع كامل من الكذب والنفاق، وساعتها خود على كوارث. معك حق، بس ما نحمل حالنا كامل مسؤولية عن الشيء، يعني شو ذنبنا إذا كان الفساد ضرب كل زوايا المجتمع وصار الصحيح نشاز؟ مزبوط، وشو ذنبه الشاب يلي لساته بأول عمره عم يحلم وعنده طموح إنه يقضي كل وقته عم ينتقل من خيبة لخيبة؟ يا رجل ما في يوم إلا بتسمع فيه ألف قصة وقصة عن شباب مثل الورد عم يروحوا هيك، شي جرائم، شي مخدرات، شي أصولية. وقت بسمع هالقصص ما فيني إلا حس إنه في جزء كبير من المسؤولية بيوقع علينا نحنا. والله ما بعرف شو بدي أقول لك، مزبوط كلامك، بس ما بتشوف معي إنه الفساد صار بقلب المجتمع والتصليح صار صعب؟ للأسف إيه. ويمكن نحنا نكون غلط. قولتك كل شي وارد، أنا برأيي إنك ما تيأس، المهم إنه الصح رح يفرض حاله. ما قلت لي استاذ يوسف انت هلا عندك روايتين جاهزين؟